أكثر من يموت في هذه الأمة من العين. يقول صلى الله عليه وسلم: لو كان شيئا يسبق القدر لسبقته العين. رسالة إلى كل من يصور أطفاله، رسالة إلى كل من يصور طعامه، رسالة إلى كل من يصور أمواله وسفره ويتباهى. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. فأحذروا من عيون الناس، فهناك أعين لا تذكر الله. اللهم أبطل عينا معجمة نظرت وما بركت، اللهم أبطل أثر عين معجمة نظرت وما ذكرت، أو حاسدة تتمنى زوال النعم أصابتهم في جمعة رجال أو نساء. اللهم أبطل أثر عين أصابت عقلا فبلدت، أو أصابت علما فضيعت.